أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل وفاستوى على سوقه
يسجدان
ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب الأصفي والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
الفاتحة. عشنا مع القرآن الكريم حيث طوف بنا عن صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، فذلك قول الحق سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم موصوفون بذلك. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أيها الصلاة أيها